هذه المباراة المرتقبة لقمة الجولة الأولى من مواجهة الشباب والاتفاق. يقدم حمد الله ما قدمه إلى جانب النصر وإلى جانب الاتحاد عندما حقق لقب الهداف مع الفريق النصراوي وكذلك إلى جانب الفريق الاتحادي. هل سيكرر ذات الأمر مع الشباب الليف الأبيض؟ سنشاهد بإذن الله تعالى في هذا الموسم. مشكلة الاتفاق في هذا المساء مع المدرب ستيفن جيرارد. الفريق الاتفاقي الذي يحل ضيفا في هذا المساء على فريق الشباب. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نتوكل. الكرة الأولى لصالح الاتفاق لأن تكون له بصمة كما فعل في الدور الثاني. والمحاولة خطيرة جدا إلى خارج أرض أسماء المميزة في قادم الأيام. كرة مستمرة تعود الآن من جديد. لمسة إلى الخطير إلى السريع ديماري غري. يحاول غري والكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى فيتينيو. فيتينيو يتقدم ينقل اتجاه الكرة إلى الجانب الأيمن. راض العتيبي أمامية جميلة جدا الله على الكنترول والكرة إلى خارج أرضية الميدان. الذي كان إلى جانب فيرونتينا. لمسة إلى فوفانا يحاول التقدم يعدي بشكل ممتاز جدا. هو سيتصرف فوفانا كما شاهدنا في هذه اللقطة الفنية الجميلة للاعب الإيفواري الذي حقق إلى جل. الآن يحاول من جديد فوفانا يتقدم يلعب كورتا إلى ناحية اليمنى تمريرة أمامية لمصلحة راض العنزي. عرضية ترسل ولكنها سهلة. برشلونة عندما استطاع أن يقلب الطاولة فريق نادي ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء. الكرة تعود لها من جديد والمحاولة سهلة. دوري المحترفين لكن نشوف الشباب الكرة تتخلص تعود لها من جديد. المحاولة تغطية وتدخل بشكل ممتاز. ترجع الكرة إلى فيتينيو. فيتينيو الله على المرور الله على اللمسة والنقلة الرائعة جدا. حلوة الكرة والتمرير ولكنها أطول من اللازم. في الجولة الأولى من أصل 16 الكرة تعود لها شبابية جميلة أمام المرمى. غريبة 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 يا كاراسكو. الكرة الأولى واللقطة الأولى للشباب. كيف ضاعت الكرة الماضية؟ شوف المحاولة أمام جديد. اللمسة على اليسار يحاول نواف السعدي. السعدي في حالة الهجوم يبحث الآن عن لعب كرة عرضية جميلة. محاولة براس الله بونافنتورا كاد أن يبصم الكرة الأولى. شوف الكرة من جديد. هذه اللقطة من نواف السعدي. الكرة الماضية من بونير بالفعل إلى ديماري غري. ممكن مر سريع جدا الجامايكي من الجهة اليسرى. يحاول ديماري غري يلعب كورتا إلى مد الله. عرضية ممتازة ولكن التغطية حاضرة. ترجع المحاولة حاول الإبعاد موجود. عودة الكرة إلى فيتينيو جميلة جدا. إيكامبي يحاول إيكامبي عرضية أمام الجول والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ديماري غري حاول مع اللقطة الماضية ونلاحظ الآن جيرارد الذي ينهض مع الكرة. شوف المحاولة من جانبي إيكامبي ثم بعد ذلك الكرة عدت. اللمسة الجميلة من فيتيني وإلى إيكامبي وبعد ذلك الكرة ذهبت سهلة على مر فيكتور ولكن بعد ذلك تغير الأمر. الكرة من إيكامبي يحاول إيكامبي يبحث عن التقدم من جديد لناحية سلمنا. يلعب كرة ولكنها تتخلص سرعاً ما تصل الآن. جميلة 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 داخل منطقة الجزاء والكرة تبعد من الدفاع الاتفاقي. الكرة تمر لا تزال. فهد المولد حصل كرة إلى وجه. المحاولة موجودة عند فهد المولد يلعب كرة جميلة حلوة حلوة الكرة بالكعب ممتازة جدا. عرضية فهد المولد. الكرة اتفاقية والمحاولة قائمة لا زالت إلى ديماري غري. غري يحاول غري يتقدم ويسدد كرة قوية أن يمر من الناحية اليسرى ولكن كرة تعود الآن لمصلحة الشباب. سريع جدا فهد المولد يحاول الهجوم يلعب كرة ولكنها بعيد ولها مد الله. محاولة الهجوم غري إلى مد الله يحاول عدى تقدم والكرة إلى خارج أرضية الملعب من مد الله والأخضر
من جديد اتفاقية، محاولة بالرأس ولكن الكرة إلى خارج الملعب من ديمبلي أو عبد الله مادو. عبد الله مادو، شوف اللقطة الماضية التي كانت من عبد الله مادو، لا تزال من الجهة اليسرى من الجناح أمامية خطيرة. كمارا يحاول يعدي وحارس المرمى يخلص. حارس المرمى روداك عتيبي، العتيبي في حالة الهجوم ممتازة جدا لو حصل إيكابي. إيكابي يحاول الهجوم يعدي إيكابي، الله على قوة جوستافو. ترجع شبابية من جديد، لمسة وتمريرة للأمام خطيرة للشباب قوية والكرة إلى خارج الميدان. المحاولة من جانب فهد المولد تذهب إلى ركلة ركنية. شوف الكرة والتوغل الذي جاء من فهد المولد وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الميدان. روداك يتصدى للكرة الماضية، سرعان ما تصل الآن شبابية، محاولة تصويب قوية بأن يكون له بصمة في هذا اللقاء. الكرة بلمسة، نقلة أمامية خطيرة جدا والمحاولة إلى خارج أرضية. الآن يلف ويدور يلعب كرة للأمام، ميدران أمامية خطيرة لو عدت، ولا زالت الآن اتفاقية جميلة قوية. موسى ديمبلي استلم الكرة وحطها على طول في البعيدة. موسى ديمبلي يا سلام، شوف اللمسة من ميدران، حاول تقدم عدى صوب جول. اتفاقي أول، يا سلام على موسى ديمبلي، هبة في المرمى. الله على الهدف الجميل من موسى ديمبلي الذي سجله وافتتح أول أهداف الكوماندوز، أول أهداف كبير الشرقية كما يحلو لأنصاره ومحبيه تسمية دائما وأبدا. الكرة في المرمى، هدف جميل جدا. كرة بلمسة تعود الآن من جديد، الكرة من جانبي، هذا العتيبي عرضية ولكن التغطية حاضرة، ترجع الكرة قوية إلى خارج أرضية الميدان. عبد الإله المالكي الذي نزل قبل قليل في الصعدي يحاول يتقدم ولكن التغطية حاضرة من جانب عبد الإله. ممتازة المحاولة، لو تقدم موسى ديمبلي 3-2. الهجوم من جانب إيكابي يحاول، إيكابي ممكن يمر يلعب كرة عرضية ولكنها الهجوم. لا زالت الآن اتفاقية، لا زالت الهجمة للكوماندوز. ميدران يلعب كرة عرضية، الله على اللمسة، الله على الكرة، تصويبة قوية ترجع فينالدوم والكرة تتخلص. يحاول فينالدوم، راية وتسل، شوف الكرة الماضية، ميدران اللي حولها إلى إيكامبي وبعد ذلك كرة إيكامبي اصطدت إلى الكابيتانو والمحاولة خطيرة جدا ولكن التغطية لا تزال. جوانكا تصويبة، ضاعت الكرة على الصعدي، ضاعت اللقطة على نواف، يا لها من لمسة ماضية. شوف الكرة من جديد، شوف اللقطة والتواكل اللي كان في دفاع الاتفاق، كانت قريبة من نواف الصعدي. اللقطة الماضية كاد أن يسجل هو الآخر أيضا هدفا جميلا، ولاحظ فيتور بيريرا. هذا العتيبي راضي يحاول التقدم، يلعب كرة إلى ميدران، الله على اللمسة جميلة جدا عرضية للثاني للاتفاق ولكن الكرة تتخلص. سجل الثاني، الكرة مستمرة تعود إلى ميدران. يا سلام يا لعيب يا ميدران. جد عبد الله إلى الخلف،
ترجع التمريرة والمحاولة، خطف إيكامبي، حاول إيكامبي، تقدم إيكامبي، عدة جميلة جدا إلى ميدران، يحاول ميدران من الجهة اليسرى لمصلح اللمسات السحرية الفارو ميدران الذي كان يشكل أداء كبير مع التعاون. لمسة عبد الرحمن، عدة من واحد واثنين، حاول محمد عبد الرحمن كرة عرضية، والعتابي بعرض الميدان، لمسة جميلة من فينالدوم، حلوة من راضي إلى فينالدوم، نقلت الكرة الآن اتفاقية عرضية بالرأس، والهجوم خلاص أطلق الصافرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم في كل مكان، الاتفاق يحقق أول ثلاث نقاط من أمام الشباب هنا في الرياض بعد قذيفة موسى ديمبلي التي سكنت الشباك الشبابية. مبروك للكوماندوز وجماهير هذا الفوز، ولجيرارد ولاعب الاتفاق. الفوز الذي يأتي في البداية يكون له طابع خاص. هارد لك، هارد لك من